في سابقة من نوعها، واستجابة لانتظارات مرضى سكنة فاس في إيجاد حل لمعضلة أرقتهم كثيرا، نظم المركز الجهوي الاستشفاء مستشفى الغساني بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ولمدة يومين حملة طبية مسبوقة، الهدف منها تقليص المدد الزمنية لمواعيد إجراء فحوصات أمراض القلب والشرايين. الحملة والتي استهدفت 500 مستفيد ومستفيدة شكلت بداية عهد ربما قد تكون مندوبية وزارة الصحة بفاس سباقة في إخراجه حيز الوجود، عهد القطع مع المواعيد الطويلة لإجراء الفحص الطبي. أنا كانوا عاطيني الموعد للكوكار في شهر 4، ودابا نهار الخميس عيطوا لي في التليفون قالوا لي طلع نهار الاثنين اجي لدار. الدكتور قصر خالد، مدير المركز الاستشفائي الجهوي لفاس مستشفى الغساني. الحملة ديالنا اليوم تدخل في الإطار ديال واحد البرنامج جهوي، ومن أجل يعني تقليص مدة المواعيد ديال الفحوصات. دونك اليوم حنا بصدد حملة طبية تهم اختصاص أمراض القلب. هذه الحملة تتمتد ليومين وستهم 500 شخص، يعني 250 مريض اليوم الأول و 250 مريض اليوم الثاني. وهذه الحملة يعني هي حملة تطوعية، يعني قاموا بها يعني الأطباء ديال المصلحة والمماعدين وبدعم من الإدارة، وهذه الحملة إن شاء الله غادي تمكننا من تقليص يعني مواعيد الفحوصات الطبية يعني إلى أقل من 3 أشهر. المستشفى تعرف واحد الحدث ثاني اللي يوافق هذا اليوم، وهو افتتاح مصلحة ديال جراحة المسالك البولية. دونك اليوم استقبلنا المعيد الأول في هذه المصلحة. دائما في إطار تقليص مواعيد الفحوصات عندنا مبرمجة عدد من الأنشطة في هذا الاتجاه، ويوم 19 مارس إن شاء الله غادي تكون عندنا الحملة الثانية فيما يخص جراحة أمراض النساء. دونك كانت عندنا حملة أولى اللي عملناها في الشهر ديال يناير، وفي 19 مارس إن شاء الله غادي تكون الحملة الثانية. السلام عليكم، أنا دكتور عادل وفي، طبيب اختصاصي في أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس. كنبدا كنشكر راديو فاس نيوز على هاد الاستضافه ديالو، وجا عندنا باش يعرف شنو كنديروا في هاد المصلحه هادي. هاد النهار هو واحد النهار اللي درنا فيه واحد الحمله طبيه لفائده مرضى القلب والشرايين، خصوصا المرضى اللي عندهم مواعيد، واللي لاحظنا ان المواعيد كبيره وطويله بزاف، ونهار على نهار كيتضاعفوا عدد المرضى اللي كيطلبوا التشخيص في مجال القلب والشرايين. يعني جوج انواع ديال المرضى، النوع الاول هما الناس اللي عندهم تشخيص قديم واللي عندهم تتبع بصفه منتظمه لهذه المصلحه، لاحظنا ان الموعد ديالهم ولا كيطوال مره على مره. والنوع الثاني المرضى هما الناس اللي بغاو يعرفوا واش عندهم مشكل ولا لا في القلب ديالهم، هما الناس اللي ما سبق لهم شافوا في القلب وبغاو يشوفوا، سواء صيفطهم اطباء عامون ولا اطباء اللي بغاو يعرفوا التشخيص ديال القلب ديالهم واش عندهم مشكل في القلب ولا لا، ولا المرضى اللي كيمشيو يبغاو ياخذوا موعد مع طبيب القلب. لاحظنا ان المواعيد ديالهم كبروا، المواعيد ديالهم يعني يقدر يوصل حتى ل 6 شهور 7 شهور. دونك درنا واحد الحمله
مساعده الاداره ديال المستشفى، واللي طلبنا منهم انهم نعيطوا لهاد المرضى هادو، لان فاش كيجيو ياخذوا الموعد كيخليو نبره التليفون ديالهم، كيخليو لادريسه ديالهم. دونك طلبنا انهم يعيطوا لهم، نعيطوا لاكثر عدد من المرضى باش نحاولوا نشوفوهم في نهار واحد، وهذا بالمساعده ديال الاطر الطبيه والشفاء الطبيه اللي كاينه في هاد المصلحه هذه ديال مصلحه القلب والشرايين الغساني. وحاولنا نشوفوا عدد كبير من المرضى، وفوت ما يتشافوا من دابا 4 شهور 5 شهور 6 شهور يتشافوا في دقه واحده، ومن بعد على حساب الحاله ديالهم، واش كتستلزم انها متابعه طبيه في مجال القلب. كنعطيوهم مواعيد اللي ما خصهاش تعدى اكثر تقدير شهرين حتى 3 شهور. الناس اللي ما عندهمش مشكل القلب صافي كنحلوا المشكل ديالهم، وكيرجعوا للطبيب اللي متبع معاهم، ولا كنقول لهم انهم ما عندهمش مشكل ديال القلب. وهذه في اطار تقريب هذا المجال هذا ديال القلب والشرايين من المرضى اللي خصهم تشخيص ولا اللي خصهم متابعه طبيه في هذا المجال. دونك الهدف هو تقريب المواعيد، اللي من بعد غنشوف مع الاداره بان المواعيد ما خصوش يتعدى 3 شهور، لان غير معقول ان المريض بغى يشوف الحاله ديالو واش عنده مشكل القلب ويتسنى اكثر من 3 شهور على حسب الاستطاعه ديالنا بيان سور. مي هاد الحملات هذا كنقوم بها مره باش نقدروا نحلوا هذا المشكل ديال المواعيد، ونعرفوا المواطن يقدر يعرف ولا لا واش عنده مشكل، واش مريض بالقلب ولا لا. هادو الناس اللي بغاو يعرفوا مشكل القلب ديالهم ولكن ما عندهمش حاله استعجاليه. فاش كتكون الحاله استعجاليه المريض كيتشاف في المستعجلات، وكيتشاف في فوقته سواء هنا في السيرفيس وفي المستعجلات، وديك الساعات كنعطيوه واحد التشخيص اللي كيعرف انه سواء عنده القلب، واذا كانت الحاله ديالو مستعجله كنعسو، ولا ما عندوش القلب وكنصيفطوه في حاله. هذا هو الهدف من هذه الحمله هذه. كنشكركم مره اخرى ونعاونكم.